لم تحضر، لكن املنا كبير في لاعبي نادي بارما، املنا ايضا اكبر في لاعبي نادي روما ربما لكي نشاهد حلاوه كره القدم. الدقيقه القادمه نعم 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 تحضر الاعداد عن طريق اللاعب الممتع، اللاعب المتالق لودوفيتش، لودوفيتش الفرنسي يسجل الان هدفا اول في هذا الموسم بضربه راسيه محكمه. اللاعب الفرنسي المتالق جوناثان لودوفيتش يسعد دوناروما، يضع الان بارما في المقدمه ويضع نادي روما في وضعيه صعبه. جماهير بارما سعيده، جماهير بارما بذكريات لقائهم في الجوله الماضيه او في العام الماضي، اخر مباراه في هذا الملعب شهدت 5 اهداف انتصر فيها بارما. الان بارما يتقدم بهدف يسجله جوناثان لودوفيتش، خطا كبير من دفاعات نادي روما، ضربه راسيه رائعه جدا كانت عن طريق اللاعب الممتاز اللاعب جوناثان. لو الثانيه بارما عنده فقط نقطه وحيده، تعادل في المباراة الأولى، خسر في المباراة الثانية، يبحث الآن في اللقاء الثالث عن الانتصار وعن أول 3 نقاط. فلورينزي يسدد جول، ثبت في حارس المرمى، فلورينزي يسجل الآن، رومانيستا يعود، الرومانيستا يعودون مع بداية شوط المباراة الثاني، عودة سريعة، دوشاخن أخذوا مع المدرب رودي غارسيا. شوط ثاني يبدأ قوي لنادي روما، روما سرعان ما يعود، ما عاد روما إلا لكي ينتصر في هذه المباراة. فلورينزي يسجل الآن هدف التعادل مع بداية الشوط المباراة الثاني، بداية قوية جدا. لاحظ تمريرة بيانيتش، تمريرة جميلة إلى فلورينزي، فلورينزي ثبت حارس المرمى، ثبت حارس المرمى ميرانتي، فقط اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تعانق الشباك. 1-1 1-1 عاد سريعا. لا أتمنى بأن يقدم شيء. أوكاكا دخل إلى أرضية الملعب بالنسبة لنادي بارما، وهنا أيضا تبديل من نادي بارما، تبديل آخر، توتي توتي روما فقط، توتي يسجل، توتي 36 سنة، توتي يفتتح مشوار التأديب بهذا العام، توتي لا يزال قادر على العطاء، توتي يبهر الجميع، توتي حديث الكل، توتي هو مصدر الإبداع في إيطاليا، توتي المتعة، توتي الأهداف، توتي والانتصارات لنادي روما، توتي هو توتي، وصل إلى 36 سنة لكن لا يزال قادر. التمريرة من خليفة أعتقد، لكن توتي يا سلام يا سلام، هذا هو استلام الكبار وهذا هو هدوء الكبار. توتي وجد نفسه أمام ميرانتي، ميرانتي قال لي توتي سجل يا توتي، ميرانتي ما عساك أن تفعل، وتوتي أمام المرمى. لا التمريرة من ستروتمان رائعة رائعة جدا، التمريرة من الهولندي إلى توتي، يا سلام يا توتي. يبعد ستروتمان الآن هجمة عكسية مرتدة خطيرة لنادي روما، وصلت في الأمام إلى السريع جوربينو، جوربينو جوربينو جوربينو، مر تقدم جوربينو، جوربينو انطلق، جوربينو ربما يعرض، جوربينو ركلة جزاء، ركلة جزاء لنادي روما، جوربينو يتحصل على ركلة جزاء، والسحرة يتحصلون على ركلة جزاء. نعم هم لا ماجيكا، هم هكذا يطلق عليهم ذا ماجيك وان، هم بالفعل سحرة في كرة القدم، هم الآن من يسحر جماهير نادي بارما بأدائهم وبإبداعهم وبتألقهم في هذه المباراة. ركلة جزاء، ستروتمان سجل مع البي اس في 8، الآن هل يسجل ستروتمان؟ نعم يسجل، نعم يسجل، روما يضرب بقوة، روما يبحث عن 3 نقاط، الرومانيستا السعداء بتقدم فريقهم، روما شعار الانتصار ولا غير ذلك، في أرضه ولا خارج أرضه، النقاط الثلاث هي هم الأول والأخير، بالثلاثة يضرب
ويبحث عن نقاط المباراة الثلاث، كل نقطة بهدف. سجل الهدف الأول والثاني والثالث الآن عن طريق سترودمان، يسجل ثالث الأهداف لمصلحة نادي روما. روما يؤكد جاهزية للاتسيو، لاتسيو انتصر بالثلاثة أمام نادي كييفو فيرونا بالأمس. اليوم روما أيضا يتقدم بالثلاثة في هذه المباراة كما فعلها لاتسيو.